بداية الطاقة العامة اللي راح تكون بها حالتك، أنت أشوفك بالفترة الحالية عندك جلسة ترقب. بالفترة الحالية أنت قاعد تفكر هواية بالماضي بالأمور اللي صارت قبل بيك، ولكن ما أشوفها بشكل سلبي. عندك نوع من الخبرة، صارت تعلمت من تجاربك القديمة الماضية، دا تتطلع للماضي ولكن مو النظرة السابقة بضعف، دا أشوفك قاعد تتطلع للماضي بقوة. أشوف عندك بدايات جديدة قاعد تبلش، البعض من عندكم ممكن يكون عنده طاقة انتظار بالفترة الحالية، ممكن تكون منتظر شريك أو حتى عمل أو خبر أنت منتظر صار لك فترة. أشوف أنت بالفترة الحالية طاقتك أنت بمركز قوة مو ضعف، عندك نوع من التطلع الأحلام، قاعد تحاول أنه تسيطر على أوضاعك بهاي الفترة، تستعيد توازنك تستعيد سيطرتك. البعض الثاني من عندكم ممكن يكون قاعد ينتظر موضوع زواج، صار لك فترة متأجل عليك، فممكن تكون أنت منتظر زواج بالفترة الحالية، أو أنه أنت قاعد تفكر جديا بمرحلة الزواج بهاي الفترة أو بالفترة القادمة. أنت ممكن تكون منتظر مثل ما قلت لكم موضوع يخص زواج أو يخص عائلة أو استقرار بالنسبة للمتزوجين. أشوف صار لك فترة منتظر هذا الموضوع، وعندك تطلع عندك أمل أنه هذا الموضوع راح يجيك بالفترة الحالية. أما بالنسبة لطاقتك بصورة عامة ب 2020، أشوف أنه هاي السنة بيها نهاية تعب، نهاية عبء كان على ظهرك صار لفترة طويلة. أشوف أنه أنت بلشت تتحرر من مسؤولياتك، تتحرر من الأعباء اللي كانت موجودة على ظهرك بالسنة الماضية. هاي السنة راح تكون سنة البدايات الجديدة، سنة التغييرات المفاجئة، استقرار مالي عندك موجود. أشوف أنه أنت تركيزك بهاي السنة راح يتركز على العمل بصورة كبيرة جدا، عندك حظوظ بالعمل غير طبيعية. أساسا بالعمل طلعت لك ورقة الويل اوف فورتشن، فالحظ كله وياك على الصعيد العملي، عندك بدايات جديدة، عندك تغييرات مفاجئة. الويل اوف فورتشن هي أيضا تعتبر ورقة الثروة، فأقدر أقول لك أن حظوظك المالية والعملية بهاي السنة راح تكون حظوظ كبيرة جدا. الحظ كله وياك بهاي السنة من ناحية المادة، وحتى على الصعيد العاطفي هم أشوف أنه أمورك كلها راح تتحسن بالفترة الجاية إن شاء الله. عندك هنا أنا قلت لك بدايات جديدة، أنت الطاقة العامة إلك هو أنه أنت أكو مسؤوليات كانت على ظهرك بالفترة السابقة، أكو عندك ممكن عمل كان كلش متعب بالنسبة إلك، عمل ما تحصل بيه مقابل تعبك بصورة عادلة. أشوف أنه أنت راح تتحرر من هذا العمل، عندك تخلص من متاعب مالية، من أزمات مالية عديت بيها، أو حتى أزمات عاطفية ممكن، لأنه هاي تكون الطاقة العامة للسنة كلها فتشمل جميع الأصعدة. بدايات جديدة عندك بالحب، عندك استقرار مادي، المرتبطين أشوف لكم استقرار بهاي السنة إن شاء الله. الأمور بيناتكم راح تاخذ منحى جدي أكثر، أكو حد راح يصير للعلاقة، طبعا راح نفصل هذا الوضع بعدين. هنا أنا عندي الأوراق مفصلتها لكم على الصعيد العاطفي بالنسبة للعزاب والمرتبطين وحتى المنفصلين ومنتظرين عودة من برج السرطان. أيضا أخذت لكم همين أوراق حتى تشمل القراءة العامة تكون مفيدة لكم للكل. فأشوف عندك حظوظ كبيرة بالعمل، عمال يكون عندك موضوع سفر مفاجئ راح يصير، السفرة راح تطلع سفرة قصيرة ورجوع يصير بيها. استقرارك المادي أشوفه همين عندك استقرار مادي، أكو عمل جديد للناس اللي بعدهم يعني دا يدورون على عمل، أشوف أكو عمل راح يصير لكم فجأة، أكو شراكات. فسنة على الصعيد المادي أشوفها نقدر نقول 100% أنت بالصعيد العملي والصعيد المالي، يعني كل الصعيد المادي يعني نخليها تحت هذا المفهوم، أمورك المالية راح تكون إن شاء الله بحيل الله تتحقق هاي القراءة وتتحقق التوقعات، وأمورك المالية أشوفها في تحسن كبير خاصة بمنتصف السنة. منتصف السنة أكو تغيير كبير أو ربح، ممكن يكون عائد مالي كبير من عمل أو من شراكة راح يجيك، وهذا الشيء راح يسبب أنه يغير أحوالك المادية يعني 180 درجة مثل ما نقول. فالطاقة العامة أشوف أنه أنت قاعد تبدأ بدايات جديدة بهاي الفترة، خليت الماضي ورا ظهرك، أنت بلشت أساسا من بداية هاي السنة، صار عندك إدراك، أكو عندك أمور هواية كانت مبهمة فبينت على السطح بهاي الفترة. ممكن تكون عندك علاقة جديدة أو شخص ممكن يكون يشغل تفكيرك بهاي السنة وتأثيره يكون مباشر عليها،
هذا شخص ممكن يكون من برج الحمل. أشوف إنه هذا الشخص اللي من برج الحمل أو من الطاقة النارية بصورة عامة، لأن عندك برج الحمل برج الأسد والطاقة النارية برج القوس، فأشوف إنه هذا الشخص راح يكون مركز اهتمام كبير بحياتك هاي السنة. ممكن إنه هذا الشخص يعرض سواء كان على الصعيد العملي أو حتى على الصعيد العاطفي، ممكن إنه هذا الشخص أنت راح تتخذ خطوة جريئة وياه، خطوة كنت ما مفكر بيها من بعد تردد من بعد مخاوف كانت عندك. أشوف إنه أنت راح تاخذ خطوة اتجاه هذا الشخص وراح تغامر، بس المغامرة راح تكون بصالحك مو ضدك. خلونا نقرأ على الصعيد العملي بشكل مفصل أكثر. أشوف إنه قلت لك أكو تغيير كبير راح يصير بوضعك المادي والعملي بهاي الفترة، يعني الحظ وياك هاي السنة إن شاء الله أمورك المادية في تحسن. أكو لك فرصة كبيرة راح تجيك بداية السنة أو شراكة. أشوف إنه أكو شراكة متكافئة، شخص احتمال يكون من برج ناري أو برج مائي. هذا الشخص أشوف راح يعرض عليك موضوع شراكة، والشراكة بينك وبينه راح تكون متكافئة إن شاء الله. وهاي الشراكة العملية اللي راح تدخل بيها راح تدر عليك عائد مالي كبير جدا، وراح يبين العائد المالي الحقيقي إلها من بعد النصف الأول من هاي السنة، يعني النصف الثاني راح يكون عندك عائد مالي كبير، أرباح مالية مفاجئة راح تجيك. الحظ من بعد ما كان ما محالفك، ومن بعد ما عديت بمرحلة أزمات مالية أو حتى تعب على الصعيد العملي، مسؤوليات هواية كانت عندك، أشوف عندك نوع من التحرر، نوع من التقدم بالعمل. أكو تقدم هواية بالعمل، الحظ وياك، الحظوظ كلها راح تساندك على الموضوع العملي. الشراكة هاي راح يكون بها فائدة جدا كبيرة لك. ممكن هذا الشخص خلال أول شهرين من السنة بشهر الثاني تبلش هاي الشراكة عندك، أو هذا الشخص يجي يعرض عليك الشراكة إذا ما كان عارضها، وراح تبلش عمل جديد. أشوف عندك عمل جديد، عندك تطلعات، عندك آمال وأحلام هواية للمستقبل. راح تركز بشكل كبير على الوضع المادي بهاي السنة، وراح تجمع مثل ما نقول أرباح. هنا أيضا تجي هي الثروة، فأنت هذا العمل راح يكون الخطوة الأولى إليك بجمع الثروة. عندك عطاء هاي السنة أشوف هواية، عندك مساعدات، أنت اللي راح تساعد الناس من بعد ما كنت محتاج. فإن شاء الله أمورك المالية أشوفها كل زينة. بالنسبة للناس اللي كانوا منتظرين تثبيت أو حتى اللي ما عندهم عمل، أشوف أكو بداية أول شهرين من السنة، الشهر الأول والشهر الثاني، أكو عمل جديد، أكو توقيع عقد، أكو عقود راح تتوقع هاي السنة إن شاء الله في مجال العمل إلك يا برج السرطان. إن شاء الله أموركم كلها تتسهل وتتوفقون، وإن شاء الله التوقعات تتحقق وياكم وتنرزقون. أشوف قراءتكم كلش حلوة هاي السنة، سنة التغييرات عليك هاي السنة من بعد السنتين الماضية أو حتى ال3 سنين. البعض من عندكم صار لكم 3 سنين بتعب على الصعيد العاطفي، على الصعيد العملي، على الصعيد الصحي. أكو عندكم تحرر، أكو عندكم شفاء، أوراقكم ما شاء الله كلها طلعت معدولة ما عدا الأوراق السلبية اللي طلعت لكم، أيضا طلعت بالوضع المقلوب، يعني الطاقة خافة من عندها. فحتى يعني أوراق الأزمات انقلبت عندك، معناها أنت في مرحلة الشفاء بهاي السنة، وعندك هواية أوراق شفاء موجودة. فإن شاء الله هاي الأزمات كلها عدت، والبداية الجديدة راح تكون من صالحك على الصعيد الصحي. أشوف البعض من عندكم عنده شفاء من مشاكل ممكن كان يعاني منها تخص القلب، البعض الثاني ممكن مشاكل بالجهاز الهضمي أو حتى الكبد. أشوف لك شفاء بهاي السنة إن شاء الله. أشوف يعني التفاؤل راح يرجع على وضعك الصحي. البعض من عندكم ممكن للنساء المتزوجات كانت عندك مشاكل بالإنجاب أو بالحمل، أشوف عندك حمل خلال أول 4 أشهر من السنة، من بعد تأخيرات هواية عندك شفاء همينة من مشكلة مريتي بها كانت مأثرة على الولادة. أشوف أكو حمل لكم بهاي السنة إن شاء الله نساء برج السرطان المتزوجات. على الصعيد العائلي أشوف أمورك العائلية في استقرار، ممكن تكون عندك بعض المشاكل ويا امرأة كبيرة بالسن، ممكن تكون أم، ممكن تكون أخت كبيرة، أو حتى إذا كنتي متزوجة ممكن تكون يعني أم متزوج، يعني من بعد مشاكل كانت بينك وبينها فترة. أشوف إنه راح تبلش بداية الشهر الثاني من هاي السنة المشاكل بينك وبينها تخف، وراح يعني تستقرين، عندك استقرار بهذا البيت. البعض منكم عنده تنقل، إذا كان منتظر تنقل من بيت البيت أو طلعة من البيت، أشوف إنه أكو تنقل، لأنه
أكو طاقة استقرار بصورة عامة على الصعيد العالي. أحلى ورقة ممكن تطلع على الصعيد العالي هي ورقة The Empress أساسا، يعني هي ورقة الولادات الجديدة، ورقة التفاؤل، ورقة النجاح، ورقة الاستقرار. فأكو استقرار عائلي بهاي السنة إن شاء الله، والأمور أشوفها راح تتحسن. أشوف إنه أنت توقعاتك وتطلعاتك لهاي السنة يا برج السرطان تطلعات كبيرة وتوقعات كبيرة. أنت مبلشها من بداية السنة إنه أنت مستعد تغامر، مستعد تتخذ خطوات جديدة، تبدأ أمور جديدة. عندك يعني نوع من حب المغامرة، حب الاستكشاف، لأنه أنت صار لك فترة طويلة ممكن تكون حبيس البيت، حبيس أفكارك، حبيس وجهات النظر. بس أشوف عندك تطلعات كبيرة ووجهات نظر متجددة راح تكون عندك بهاي السنة إن شاء الله. وأيضا أشوف أنه أنت البعض من عندكم ممكن تطلعات تكون على الصعيد العاطفي، البعض منكم قاعد يحلم بحب جديد، علاقة مستقرة، علاقة بها عطاء، بها حب، بها شغف، بها يعني مشاعر غير متناهية، مشاعر متبادلة. هذا الحب الإله، ورقة الحب الإله، الأيس أوف كابس. فالبعض من عندكم ممكن يكون مر بأزمات عاطفية بالسابق هواية، أو مر بعلاقة فاشلة أو خيبة أمل، وبالفترة الحالية هو قاعد يطمح ويطلع إنه يحصل على علاقة جديدة أو شريك جديد يعوض عن الأمور اللي كانت موجودة بالماضي. وهذا الشيء موجود فعلا، أنا أشوفه إنه أكو تعويض لكم، أكو حب جديد راح يظهر بحياتكم خلال هاي الفترة. انجذاب، راح يكون انجذاب روحي من أول نظرة بينك وبين هذا الشخص. أكو انجذاب راح يصير، ومشاعر تنولد من جديد. هي هاي مشاعر انولدت من جديد من فراغ، فأنت ممكن تكون هاي فرصة إلهية لك. أشوف الحظ يساعدك ورب العالمين. أيضا بهاي السنة أشوف أكو هواية راح يوقف لك، مثل ما نقول هواية مساعدات راح تتقدم، مساعدات هاي إلهية، راح تكون تسهيلات من رب العالمين حتى أمورك كلها تتيسر إن شاء الله. على الوضع العاطفي ننتقل. بالنسبة للمرتبطين أشوف إنه العلاقة بينكم ما كانت متوازنة بالسابق، خاصة الناس اللي متزوجين، ممكن صار لهم 6 سنين متزوجين، هاي بالنسبة للمتزوجين، أو اللي في علاقة. أشوف إنه العطاء بالسابق ما كان متوازن بينك وبين الشريك اللي موجود بحياتك حاليا. ممكن يكون هذا الشخص اللي يمارس عليك نوع من السيطرة، هذا الشخص اللي انت وياه ممكن من النوع اللي يتحكم هواية، غيور، يحب الأمور تمشي على مرامه هو مو على مرامك. انت ممكن يكون من النوع اللي يحب يفرض كلمته على الشخص المقابل. هذا الشخص كانت عندك أوهام وهواية اتجاهه، مخاوف عندك، قلق. ممكن يكون هذا الشخص حتى تفكيرك بالعلاقة ويا بنوع من السلبية، انت تفكر ان العلاقة بينكم ما راح توصل للمكان، العلاقة بينكم واقفة بمكانها ما قاعد تتقدم، تحس ان العطاء مو متبادل. كان اشوف انه اكو حد لهذا الوضع، راح يصير عندك انتصار على الصعيد العاطفي. بالنسبة للمرتبطين اكو انتصار، واكو ايضا هاي الورقة تعني ورقة الزواج. فأشوف أنه العلاقة بينك وبين الشريك راح تستعيد توازنها بهاي الفترة، خاصة إذا كان من برج هوائي أو برج ترابي. عندنا هنا أبراج هوائية وأبراج ترابية موجودة، فأشوف أكو بدايات جديدة. حتى إذا كنتوا مثلا مو أنتم منفصلين وراح ترجعون، هسا أنا دا أحكي على المرتبطين، البداية الجديدة راح تكون مثل الحب بيناتكم راح يتجدد مرة ثانية من بعد ما تخلي حد. أشوف أنه أنت صار لك فترة هواية ساكت عن إهمال هذا الشخص، أو المشاعر اللي بينكم وتحس انه هي مو متبادلة. اشوف انه انت راح تخليه لحد هذا الشخص بهاي السنة، راح تتخذ قرار انه تصارحه من بعد ما كانت مجرد يعني بينك وبين نفسك انت تخاف انه تحكي ويا هذا الشخص بسبب سيطرة هذا الشخص. ممكن يكون هو شوية عنده نوع من السيطرة، او يعني شخص متزمت مثل ما نقول، يحب يمشي حكايته وما يحب الكلام الهواية، يحب انه بس حكايته هي اللي تمشي. فأشوف المرتبطين عندكم تحرر من سيطرة هذا الشخص، راح تخلون حد العلاقة بيناتكم راح ترجع تتوازن، العطاء بينكم راح يكون متبادل ومتوازن بهاي الفترة، خاصة إذا كان الشخص ممكن طاقة هوائية طالعة يمي من برج الميزان. هذا الشخص اللي من برج الميزان إذا كنتوا تتعاملون وياه أشوف العلاقة بينكم في توازن، راح تتوازن إن شاء الله بالفترة الجاية. الأمور بيناتكم راح تكون أكثر وضوح من بعد ما كان عندك نوع من التعتيم، وممكن هذا الشخص يكون مو من النوع اللي يحكي هواية بالمستقبل، أو حتى ما قاعد تقدر تعرف شنو علاقتكم وين راح توصل وياه، ما يحكي هواية بالمستقبل، هو عايش اللحظة وبس. أشوف أكو
كلامه بصراحة راح يصير وضوح عندكم البعض. من عندكم ممكن إذا كنتوا مرتبطين في علاقة ثلاثية، أشوف إنه أنتوا راح تخلون حد لهاي العلاقة الثلاثية، وأكو طرف من الأطراف راح يطلع من المعادلة، وأني أشوف إنه أنتوا راح تتحررون، لأن أنتوا عندكم طاقة تحرر من هذا الشخص المسيطر اللي وياكم. إذا كنتوا بعلاقة ثلاثية، دا أحكي بالنسبة للناس اللي بعلاقة ثلاثية، دا أحددهم. أنت ممكن تكون حبيس أوهامك بهاي بالفترة السابقة كنت، أو حتى راح تستمر وياك ممكن أول شهر من السنة المخاوف هاي والقلق. أنت راضي عن وضعك هذا، بس أنت ما قاعد تتباوع للحقائق بصورة واضحة. يعني أنت كنت مجرد عايش بأوهامك وحبسها، ما قاعد تقدر تتخذ خطوة. أشوف أنه صارت عندك الخطوة موجودة بالفترة الحالية، القوة موجودة. أنت راح تخلي حد للعلاقة الثلاثية، وراح تقطع شخص من حياتك، وراح تكون أنت المنتصر. انت راح تنتصر على هذا الشخص، راح تاخذ قرار. اشوف هذا القرار راح يكون بصالحك، وراح يحسن حياتك من بعدها للاحسن. بالنسبة للمتزوجين، اشوف البعض من عندكم ممكن يكون عنده موضوع حمل نفسه اللي طلع لي هنا ايضا بورقة الاسرة. اشوف انه اكو حمل بهاي السنة ان شاء الله، اكو عندكم ولادة جديدة. فكل التوفيق لكم بالنسبة للمتزوجين والمرتبطين. خلونا ننتقل للعزاب. العزاب والمنفصلين، طبعا اشوف اكو نوع من ممكن يكون سيناريو مرتبط بين العزاب وبين المنفصلين. فالعزاب اشوف اللي ممكن اكو شخص صار لفترة او فترة شهر او بعد شهر راح يظهر بحياتكم. اذا ما كان ظاهر، ممكن هذا الشخص يكون شخص من العمل. اذا كنت انت تعمل بمكان، اشوف انه هذا الشخص مراقبك صار لفترة، ممكن يكون شهر، دا يحاول انه يجي يحكي وياك، ولكن يتراجع يعني باخر خطوة من يتخذ القرار ويتخذ الخطوة باخر دقيقة، يتراجع بسبب مخاوفه من رفضك. بالنسبة للعزاب، اشوف عندكم موضوع من الماضي ما منتهي. بالنهاية المنفصلين صار لهم فترة طويلة يعني، وهسه صاروا عزاب خالين القلب. اكو موضوع من الماضي انت كنت تقول انه هو منتهي، بس اشوف انه راح يرجع بالفترة الجاية خلال أول 4 أشهر من السنة. الشخص هذا اللي من الماضي وأنت ناهي علاقتك بيه، خاصة إذا كان من برج العقرب أو من برج ترابي، هنا أنا موجود طالع يمي. فأشوف إنه هذا الشخص راح يرجع يتواصل وياك خلال أول 4 أسابيع أو أول 4 أشهر من السنة، وراح يحاول إنه يعيد العلاقة بيناتكم، لأنه اللي بينك وبينه أكو شيء ما منتهي، لازم ترجعون تكملونه من جديد. أما بالنسبة للناس اللي ما سابقا ما مرتبطة وهسه يعني بجديد تدور على حب او تريد ترتبط، اشوف انه اكو شخص ممكن يكون من برج العقرب. هذا الشخص مراقبكم، ده يحاول انه يجي يحكي وياكم. احتمال القراءة تكون عكسية، ممكن انتم تكونون مراقبين هذا الشخص صار لكم شهر او 4 اسابيع، او حتى يبلش ظهوره وياكم اول 4 اشهر من السنة. ده اشوف اني الاوراق هنا وهنا يعني بها نوع من الترابط. ف هذا الشخص راح يدخل بحياتكم، وراح يصير بيناتكم علاقة، وراح يعوضكم عن هواي أمور مرت بكم بالسابق. وأنتم من النوع اللي شوية أصحاب تفكير، يعني ذولي بالنسبة للناس العزاب اللي دا أحكيهم، خاصة على الوضع العاطفي. أنت من النوع اللي أشوفك كلش حذر، عندك مخاوف، عندك قلق، دا تحاول إنه تشغل نفسك بالفترة الحالية، ممكن بدراسة أو ممكن بعمل، في سبيل ما تفكر بالموضوع العاطفي. ولكن أشوف إنه أكو شخص راح يجيك فجأة وراح يقلب الموازين. انت بالبداية راح ترفض هذا الشخص، بس بعدها راح تقرر انه تنطيه فرصة. كل التوفيق للعزاب، وان شاء الله هذا الشخص يكون من نصيبكم ومن صالحكم، لانه اشوفه هذا الشخص عنده استقرار مادي، وعنده اما يكون حرفة هو يشتغل عليها بايده خاصة بيه، او ممكن يكون عنده عمل سابق، وممكن انتوا تلتقون بمكان العمل. مثل ما دا اقول لي، اشوف اغلبكم انه اذا كنتوا مثل طلاب او حتى موظفين، فأشوف هذا الشخص وجوده ممكن يكون وياكم بالعمل، لأنه ورقة العمل طلعت لي بالشخص القادم بطريقكم. فممكن أنه يكون أما تلتقون به من خلال عمله، أو أنه هو وياكم موجود بنفس أنتوا يعني اثنيناتكم بمكان واحد داومون، لأنه دا أشوف أكو نقطة مشتركة راح تجمعكم أنتوا الاثنين. بالنسبة للمنفصلين، أشوف الناس اللي صار لهم بعلاقة 4 سنوات وصار انفصال فجأة وخيبة أمل عندكم، وهذا الشخص ممكن مريتوا بأزمة بعلاقتكم بيه، والعلاقة بيناتكم من انتهت ما انتهت بصورة صحية. هذا الشخص علاقتكم بيه من انتهت سبب لكم تعب، ممكن أزمة نفسية، أزمة عاطفية، اكتئاب. البعض من عندكم هذا الشخص ممكن تركم على مود طرف ثالث، وانتو
صاير عندكم نوع من التحفظ، نوع من العناد. أشوف بالنسبة للناس اللي مثل ما قلت لكم علاقتهم صار لها 4 سنوات، هذا الشخص راح يرجع وراح يصير بيناتكم بداية جديدة، أكو بداية جديدة لكم هنا. أنا أشوف بالنسبة للمنفصلين، البعض من عندكم يعني مو الكل طبعا، لأن الطاقة هاي عامة مستحيل تنطبق على الجميع. فأشوف الناس اللي كانت مرتبطة بشخص من برج الأسد أو شخص من برج الثور، هنا طاقة ترابية عندي، أشوف إنه هذا الشخص راح يرجع بداية السنة من بعد فترة كان غايب بيها. ممكن أنتوا تكونون انفصلتوا قبل 10 أسابيع، شهر العاشر، شي برقم 10. المهم هنا طالع يمي العلاقة بينكم كانت منتهية تماما، ولكن هي أنا أشوفها ما منتهية، أكو بعد بينكم كلام، أكو دورة بيناتكم لحد هسه ما انتهت. فأشوف إنه هذا الشخص راح يرجع، وهنا ورقة طبعا منفصلين على الرجوع آني، فطلعت ورقة دسان، أحلى ورقة من بعد أزمة مريتوا بيها كبيرة. أشوف إنه الشمس راح ترجع تنور طريقكم، وترجع يرجع النور لهاي العلاقة، يرجع الأمل. العلاقة منتهية صار لكم فترة كبيرة وانتو تقريبا يائسين من عدها، بس رغم هذا عندكم أمل إنه تنتظرون هيك باقين. ممكن بيوم من الأيام إنه هذا الشخص يرجع. أشوف هذا الشخص راجع وعدكم شفاء من الأزمة هنا، الأزمة اللي مريتوا بها، هاي الورقة طلعت مقلوبة، فعدكم شفاء من هاي الأزمة اللي مريتوا بها سابقا. الأيام السوداء انتهت، الجروح اللي كان لازم تصير بيكم صارت وانتهت. فأنت الآن أشوفك بمركز قوة يا برج السرطان، هذا الشخص راح يرجع وراح مثل ما نقول تنرد لك كرامتك، إلك حق يما هذا الشخص راح ترجع تاخذه بالفترة الجاية، هو مثل ولادة جديدة للعلاقة راح تكون. هاي للبعض مو للكل طبعا، للمنفصلين، للناس اللي تسأل إذا تتعاملون ويا برج الأسد برج